قال أبو بكر رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم؟ متفق عليه. يا الله يا خالق جميع أشكالها، يا مقدر أرزقها وجالها، يا بسط الأرض يعيش بالملا، يا سامع فيها دبيبا ما لها، يا سامع فيها دبيبا ما لها، يا الواحد اللي ما لنا غيرك رجاء، يا اللي خرجت نجومها بك ما لها، يا منجي ذنني من موج البحر، يا ناصر موسى على جهالها. يا مدري أيوب من محل به، من علة ما غيرك أحد زالها، يا مرسل طه بعز رسالة، رسالة والشرك ما يحلى لها، رسالة والشرك ما يحلى لها، ندى بها وعلى بها وافصح بها، واكبر بها وعظم بها نقارها، وضح بها مجابها من فضلها، من ربها علمها بفضالها، مكنها معقها مخالها، ارسل بها وافصح بها بجمالها، فيها الشرف فيها النصف فيها العفف، وجه الندى من طهرها يندالها، وجه الندى من طهرها يندالها، أوضح بها سيد البرى مساعدا، يكود صديق صدق بقوالها، أوضح بها سيد البرى مساعدا، يكود صديق صدق بقوالها، يكود صديق صدق بقوالها، صديق من صادق نبي مرسل، بصدق رسالة مؤمن أصغالها، أمن بها وضم بها واكبر بها، واخلص لها واصغى لها مرسالها، واخلص لها واصغى لها مرسالها، تهو عليه المشركين بغيهم بشراكهم وعلامهم وغلالها، تهو عليه المشركين بغيهم بشراكهم وعلامهم وغلالها، واستعصم المعصوم من كل الملأ، بالله عالمنا خفى بحوالها، رب الوطى رب السماء رب العطاء، رب الخلايق من جميع أشكالها، رب الخلايق من جميع أشكالها، المرتجى جزل العطاء رب السماء، رب السماء رب القضاء بما لها وشمالها، رب الفضاء ما شارك في قدرته، في قدرته اللي خلق لبحارها وجبالها، اللي نصر في بدر جيش المرتضى على جيوش إبليس يوم وحالها، أوحلها بالكفر واحمر الوطى، وقامت تخوض الخيل دم رجالها، قامت تخوض الخيل دم رجالها، في حومة الهيج لميع سيوفها، مثل اشتعال البرق وسط خيالها، قامت تحز حدودها برقابهم، صارت جماجمهم طعام صالها، ونجالي جلب بالدجا عن سنة، غرت لوح بسلبها من قارها، سرت وباب الفتح روس حرابها، والعز ويام السعد تبرى لها، والعز ويام السعد تبرى لها، النصر من طيب سطى وسط البرا، وسرت جموع فعلها يزهالها، ساروا على هدي الرسول سنته، وهدوا حصون ما حموها ابطالها، اطلبك يا موضي نهاره للورى، يا ساتر الليل الدجى بظلالها، تعزي من يمشي ويتبع سنتك، والذل يا علام من عدالها، والذل يا علام من عدالها، يا حامي اركان الحرم فيما مضى، من دولة صارت تسوق فيالها، يا خالق النبي السنا هو الوطى، يا مقدر ارزقها وجالها، يا حامي اركان الحرم فيما مضى، من دولة صارت تسوق يا لها، يا خالق النبي السماء هو الوطى، يا مقدر أرزقها وجالها، يا مقدر